نعرف مدى العلاقة ما بين الدين وما بين الفن، ما بين منكر هذه العلاقة وبين مؤكد على وجود العلاقة، ولكن بضوابطها اللي هنتكلم عنها كتير وتكلموا عنها كتير. ولكن خلوني أرحب بضيفي في الأول، الأستاذ ممدوح الشيخ الكاتب والباحث. أستاذ ممدوح أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ حسن. والدكتور وليد سيف رئيس قسم النقد السينمائي بأكاديمية الفنون. أهلا بك حبيبي. خلوني أروح لكتاب مهم جدا لسيدنا الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود، موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة. بيقول: ما بني على وحي فهو دين، وما بني على الذوق والعاطفة والوجدان فهو فن. خلوني أقف أو أقف عند هذه الكلمة المهمة جدا لعالم كبير وشيخ من شيوخ الأزهر الكبار، وأسأل الأستاذ ممدوح الشيخ في الأول، إيه رأيك في الجملة دي، في المعنى ده؟ يعني هي محاولة للتفرقة بين أنماط من الانفعال والنشاط الإنساني، سواء كان نشاط وجداني أو عقلي، مطلوبة. والكبار أمثال الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله هم الذين ينتظر منهم أن ينتجوا مثل هذه العبارات البسيطة التي تختصر الكثير. لكن في تقديري أنه تبدأ المشكلة دائما من الطريقة التي يتعامل بها المتلقي مع الفن، والطريقة التي يتعامل بها الفنان مع الضوابط التي يمكن أن تطرأ على هذا العمل في تقييمه أو تقويمه أو رفضه أو المطالبة حتى بمنع عرضه جزئيا أو بشكل تام. وأنه نظل هنا في حاجة إلى مشترك عام، سواء كان معياره أخلاقي مطلق أو معياره أخلاقي ذي أساس ديني أو أخلاقي ذي أساس اجتماعي. وهذه القضية كما نعرف جميعا مثارة في مصر منذ سنوات، إما مع فيلم أو مسرحية أو حتى عمل إبداعي مكتوب، يعني في مساحة المقروء فقط الأمر مثار منذ سنوات طويلة. في مساحة المرئي لدينا علامات كثيرة، أحدها فيلم ليوسف شاهين أثر ضجة ووصف بأنه بيسيء إلى نبي. عندنا المصير اللي كان بيصور حياة الفيلسوف ابن رشد. عندنا حلاوة روح مؤخرا. عندنا القضية في الأصل، هل يجوز للمجتمع وللسلطة أن تضع ضوابط أم لا؟ طبعا دكتور وليد أعلم منا بأنه في الوسط الفني من يرى أنه الفنان لا يجوز أن يقيد عمله بشيء، ونسمع رأيه. يعني دي